استعرض مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء عبر مقطع مصور نشره بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 من يناير من كل عام جهود الدولة للارتقاء بالتعليم في مصر. وتحت عنوان الاستثمار في الناس وتصدير أولوية التعليم شعار احتفالية اليوم الدولي للتعليم لعام 2023، استعرض المركز مجالات التطوير التي قامت بها الدولة في التعليم عبر ثلاثة محاور. أولها يتعلق بالمدارس والبنى التحتية، حيث اهتمت مصر بتطوير المدارس وتنويع طرق التدريس بها مواكبة للتطورات العالمية، حيث وصل عدد المدارس اليابانية في مصر الآن إلى 51 مدرسة و43 مدرسة تكنولوجية تطبيقية و19 مدرسة للمتفوقين.